نجون بنستقبل عبر الهاتف احد اقارب المعتقلين. احمد اهلا بك يا احمد. ام احمد عفوا يا فندم. ام احمد اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. خلينا نفهم من حضرتك احدث التفاصيل عن الاضراب وتعامل قوات الامن معهم، لو تقول لنا ايه اللي بيحصل داخل السجن او داخل سجون مصر حسب ما وصلكم من معلومات اوليه. والله هو في اضراب كان من المعتقلين طبعا، منعوا الزياره تماما عنهم ومنعوا التريد خالص، ما بيخرجوش خالص، ولا في تريد ولا في زيارات. احنا قلقانين عليهم جدا وعايزين نطمن عليهم. ايه يعني منعوا الزيارات عنهم ليه؟ احنا عايزين نروح نزورهم ونشوفهم ونطمن عليهم. ايه يعني عايزين نطمن على زينا ونشوف اخبارهم ونشوفهم. طيب المعلومات اللي عند حضرتك ان هم مقفول عليهم الزنازين وممنوعين من الزياره من 6 ايام، فالمعلومات المتوفره عندكم قليله جدا. ما فيش تواصل خالص معاهم، مش عارفين عنهم اي حاجه خالص. يعني في ناس راحت الزياره ومنعوهم من الدخول للزياره، قالوا الزياره ممنوعه. قبل امتى ما نعرفش، يعني لحد امتى يعني الزياره يعني لحد امتى ما نشوف زوينا ولا نطمن عليهم؟ طيب بعض الـ الـ الصفحات كتبت انه بعض الضباط قالوا للاهالي المعتقلين انه سيسمحوا لهم بالزياره النهارده، هل فتحت باب الزياره ولا لسه ادوكوا وعود بزيارات اخرى في مواعيد اخرى مختلفه؟ لا ده ما فيش زيارات خالص، يعني ناس راحت ورجعت من الزياره قالوا لهم ما فيش زياره. منعوهم من دخول الزياره. طيب بشكرك يعني جدا يا ام احمد. احنا عايزين نطمن على اولادنا في السجون عاملين ايه. طيب يعني كلنا عاوزين نطمن على اخواتنا في السجون. بشكرك شكرا جزيلا.